ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا
فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يا مبدع المراه والقامات ما شاء الله بتاعت القران. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا تكون من المؤمنين. ما شاء الله كبير الله العظيم. مجموع القراء انت مجموع القراء انت مبدع القناه ما شاء الله الله فضيله. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي
به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرأة